شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا هذه الأمسية بحول الله صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا وبركتنا الشيخ عمار محجوبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا عمار مرحبا بك. الله يحفظك أستاذ أحمد، الله يبارك فيك. الله يهنيك، صحة لباس. محظوظون نحن اليوم بلقائك. الله يحفظك، نحن الأكثر حظا شيخنا، الله يبارك فيك. إن شاء الله يحفظك ويهنيك. الله يبارك فيك إن شاء الله. الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الله سبحانه وتعالى يقر في القرآن الكريم بأنه عز وجل لا يحب الظالمين، لذلكم وجب في هذه الدنيا أن نأتمر بأمر الله في أن نجعل الظالمين في خانة لا محبوبين، وأن ندافع عن المظلومين. نصرة المظلوم واجب. شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المولى عز وجل تكفل بأن ينصر المظلوم وينتقم من الظالم، وفي نفس الوقت فإنه علمنا، أو فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ما معنى لا يخذله أو لا يخذله؟ عندما يكون مظلوما، وبالتالي فإن عدم الخذلان هو أن نعين المظلوم ولو بكلمة طيبة ولو بتربيت على كتفه، ذلك لأن المظلوم يشعر بالأمن والطمأنينة إذا سمع كلمة طيبة، فما بالك إذا كانت هذه الكلمة الطيبة هي إرجاع لحقه وانتصار لمظلمته. ولذلكم النبي عليه الصلاة والسلام من بين السبعة الذين قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر من بين السبعة إمام عادل. والإمام العادل هو الذي ينتصر للمظلومين. ولذلك عندما تكون النصرة من إنسان عادي هي نصرة، وجاز الله صاحبها خيرا، لكن عندما تكون النصرة من إنسان يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يغير، فإن هذه النصرة هي التي تجعل الإمام العادل من أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصل الخبر إلى المعتصم، والمعتصم من خلفاء الدولة العباسية، رغم أن المعتصم ربما له أمر مع الإمام أحمد بن حنبل، لكن مع ذلك عندما قيل له أن امرأة في تخوم بلاد الروم أخذت من طرف الروم
ورفعت صوتها وقالت: ومعتصما. لم يفكر، وإنما بدأ يعد العدة من أجل أن ينتصر لهذه المرأة، وبالتالي فإنه أعد العدة وبعث رسالة إلى ملك الروم، وقال له: من المعتصم خليفة المسلمين إلى ملك الروم، أما بعد فلقد أخذتم، في معنى الكلام يعني، رهينة من المسلمات، إما أن تطلق سراحها، وإما أن أسوق لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. ولذلكم يعني المثبطون والمخذلون جاءوا إلى المعتصم وقالوا له: إياك أن تخرج في هذه الأيام، فإننا قرأنا في النجوم وفي علم التنجيم وما إلى ذلك أن الظروف ليست إيجابية هذه الأيام، لا تخرج. والمعتصم كان قد أعد العدة للخروج. قالوا له: إنك إذا خرجت في وقت التين والعنب فإنك ربما لا تنتصر. ولكنه خرج وساق جيشه وانتصر لهذه المرأة التي قالت ومعتصماه. ولذلكم عندما سمع يعني عندما سمع الشاعر العباسي بهذه القصة، يعني وأن المنجمين قالوا للمعتصم: إنك لا يمكن أن تنتصر وعليك أن تؤجل الخروج إلى الروم، فإنه والمعتصم لم يأخذ برأيهم وانتصر لهذه المظلومة التي جعلت الحاكم المسلم يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. ولذلكم يعني الشاعر المسلم عندما سمع هذه القصة قال قصيدة عصماء: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد ما بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. قال لهم: إن حل القضية ليست في الأوراق الملطخة بحبر، لأن المشعوذين عادة يعني يحلون المشاكل عن طريق التعاويذ وعن طريق المربعات وعن طريق الأرقام، ويقولون يكون ويكون. قال: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين ما بين الجد واللعب، بيض الصفائح أي سيوف، لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. ولذلكم المظلوم عندما يشعر بأن له من ينصره يشعر بالطمأنينة، ولكن المظلوم إذا شعر بأنه هكذا متروك لا أحد ينصره فإنه يزداد غما على غم. ولذلكم الشاعر العربي الذي يعني سرقت إبله وكان يعتقد أن أهله وجيرانه سوف ينصرونه، ولكنهم لم ينصروه، فقال قصيدة مطلعها: لو كنت من مزن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من حمدان. يعني لو كان لي من أستند إليه، لو كان لي من إذا علموا بمصاب انتصروا إليه. ولذلكم والله إن الإنسان ليتألم عندما يعلم بأن إخواننا في غزة ربما
وجدوا من ينصرهم وجزاهم الله خيرا. والذين نصرهم خاصة من ولاة أمور المسلمين هم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن المشكلة أن يجدوا من بعض بني جلدتهم ومن بعض إخوانهم من يخذلهم ومن يحملهم اللائمة. ولذلك لو كنت من مازين لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من حمدان. لو أن أهل غزة كانوا من بلاد الروم لنصروا من هذه الدولة ومن تلك الدولة ومن تلك الدولة، ولكن لأنهم من مجتمع معين ربما وجدوا من ينصرهم ولكنهم قلة، ولكنهم وجدوا الخذلان مما يزيدهم ألم على ألم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون المظلومين وممن ينصرون الملهوفين. وجاز الله خيرا كل مسلم أعانهم بكلمة طيبة، أعانهم بدعوة في جوف الليل، أعانهم بالإعلان أنه منتصر لهم، وهدى الله إخواننا الذين خذلوهم ولم ينتصروا إليهم. إن أصبت فبتوفيق من الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أعلم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا بركتنا الشيخ عمار محجوبي على هذه الكلمات التي كانت من القلب يسوقها العقل في إطار نصرة لأهل الحق، نصرة إخواننا في فلسطين عموما المظلومين والمنتهكين في غزة، في هذه المنطقة الغالية على قلوب على قلب كل مسلم. الإنسانية كلها اليوم تشجب هذا العمل لا إنساني لا أخلاقي، ومع الأسف بعض منا قد لا ينصر مظلوما في لحظة حالكة كهذه. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، وبارك الله في دعائكم، ووفقنا الله وإياكم جميعا لنصرة المظلوم حيث كان. على بركة الله أيها الأفاضل، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذه السانحة المباركة. على بركة الله حياة وائل ببكر، على بركة الله نشرع في استقبال المكالمات. إلى ميلا وهي المفتتح، سيدة أم محمد مرحبا. السلام عليكم. السلام سيدة أم محمد، مرحبا بك. مرحبا. شوف وليدي احمد، انا كنت السبت هذا كيما هكاك اتصلت بكم. ايوه. وطرحت السؤال على الشيخ عمار، بالك ما بالك ما سؤالي كان مش مفهوم. لا باس عاودي. ايه قلت له احنا توفى بابانا وخلى قطعه ارض، هذه الارض عقد امتياز. وهي أيوة. هي راهي تنتج من العام العاد، تنتج تبيع وتشري وكل شيء راهي تنتج، ونقسموا الخيرات تاعها اللي تجيب. تقسموا الغله. ايوه. احنا قلنا كاين اللي قال الخوتنا بكر مدونا راح نبيعوا قسمتنا، قالوا لنا ماهيش ميراث، ماهيش عقد امتياز، هذا ماهوش ميراث، ما يتباعش. هل هو هذا عقد الامتياز هذا هل هو ميراث ولا ماهوش ميراث؟ ولا خاطر هما يقولون ماهوش ميراث بصحهم احنا رانا يقسموا للذكر حق الانثيين. واضح. هو ولدي احمد. شوفي سيدة ام محمد. نعم. الخاوه حب عفوا واش حابين يبيعوا؟ ما ماشي هما محقوا هما العقد هما الارض هذه تاع بابا ماهمش بايعينها. طيب. كاينين اللي قالوا ما احنا البنات قالوا مدونا قسمتنا راح نبيعوها. قالوا لهم قالوا خوتا بكر ما تتباعش، ماهيش ميراث. عقد ماهيش ملك بابا تسمى. اي طيب. ولكن هي ماهيش ملك. ولكن هو المستفيد. بصح يعني الانتاج تاعها اللي تنتجوا الارض ويبيعوه تتقسم للذكر حق الانثيين. ايوه. دوك الان الاولاد حابين يسقطوا حق الانثيين. هو بكره يديو قسمه والبنات زوج يديو قسمه. ايوه.
وكيقولنا لهم تسمى اخي قلت لنا ماهيش ميراث، قالوا لنا ماهيش ميراث ما تتباعش، وصحنا نديو للذكر حق الانثيين. شيخنا واضح؟ واضح عند شيخنا ان شاء الله سيده ام محمد. هي ولي ولدي احمد ايش قرا عليه السؤال باش تجاوبوني ونفهم. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله وليدي صح. الله يحفظك سيده ام محمد، مرحبا. الله يبارك فيك. ناس جيجل اخت ناديه. ناس جيجل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام اخ احمد. مرحبا بك سيده ناديه. عيش الله يبارك فيك. تفضلي. السلام عليكم حضرة الشيوخ. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا حبيت نطرح سؤال. تفضلي. خويا ماما مريضة، الأم تاعي مريضة. الله يشفيها. وشغل وأنا كنا نصلي، هي عندها الزهايمر، والشغل تخرج لي تخرج لبرا، وأنا نحط نصلي كي نحط نصلي شغل نوقف الصلاة مني راسي قاعد معاها وانا غير انا عايشه معاها في الدار. ايوه كي تبغي تصلي تخرجك برا. كنا شوف دوكا كنا نعود نصلي شغول نقفل عليها البيبان. نقفل البيبان باش ما تخرجيش لبرا. ايوه مي هي قاعده تخرج لي تطلع لي فوق الدروج تطلع لي فوق. المهم شغول وانا نقعد نصلي نقعد نصلي غير نبغي غير نتبع فيها برك وين تروح. فهمتني؟ ايوه. وشغل كاين وقت كيشوفها ريحه هكذا في الضروره شغل نطلق الصلاه بلا ما نسلم، نطلق الصلاه ونجري ليها. تشوفيها في حاله خطر تتركي الصلاه وتروحي لها. طيب. شغل نجري ليها نروح شغل نروح ليها. واضح الله يشفيها ان شاء الله. بلا ما ندير الصلاه تاعي. بلا السلام. كيفاه خويا؟ ومن بعد تعاودي تصلي. ومن بعد نعاود نصلي، هي نعاود نولي ندير تكبيرة الإحرام، نعاود نصلي من جديد، فهمتني؟ من جديد، واضح إن شاء الله، واضح. ها، خويا عندي سؤال ثاني. تفضلي. عندي يما قلت لك يما مريضة. الله يشفيها. وعندي خويا ما يجيش يشوفها، ومرض في يما، وبعثت ليه، عيطت له باش يجي يشوفها، مي ما جاش. الله يجعل. نزيد نعاود نعيط له أم لا؟ الله يجعل البركة فيك، الله يجعل البركة فيك. الأعيد عيش دوكا هو خويا هذا اللي قطعنا دوكا مدة عامين، وحنا عندنا حنا في خوات في خمسة جوج بنات أنا وأختي وخوتي كاينين ثلاثة، ما خوتي الآخرين يجيو مي هو لا ما يجيش دا ولادو دا مرتو دا راح من الدار كامل وما عادش يجي. أنا كي مرضت يما ولحقت حالة الوفاة شغل عيطت له قلت له مي ما حبش يجي ما كتعنا ما حبش يجي، وعاود عيطت له مع ولد خويا زاد عيطت له ولد خويا ما حبش يجي ما يجيش دوكا اسكن زيد نقدر نعيط له ولا لا؟ ان شاء الله ربي يجعل البركه فيك تسمعي لنصيحه الشيخ وربي يقويكم على الخير اخت ناديه، وان شاء الله ربي يجعلك تبري هذه الوالده هذه ان شاء الله. الله يبارك فيك وهنيك ان شاء الله. من جيجل الى اين؟ وائل نسبتنا سلو الناس. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الحصص التي تقومون بها. في الحقيقه انا عندي اقتراح بالنسبه للقناه القران الكريم. تفضل. بالنسبه عندي اقتراح هو وضع الشهر الهجري في القناه، لان مثلا في بعض الاوقات كي نجيو نصوموا الايام البيض ولا حاجه لازم نروحوا لاذاعات اخرى اللي ماهيش نتاع الجزائر. يلاه ببعض الاحيان يكون ما يكونش توافق بيناتهم. احنا ماذا بينا يعني هالاقتراح طلعوه المسؤولين تاع القناه انهم يحطوا لنا الشهر الهجري اللي كاين عندنا في الجزائر. الله يبارك فيك يا الناس، ان شاء الله يبلغ وتاكد ان المسؤولين راهم يتابعوا ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار. احنا رفعنا ماذا بينا نتبعوا الشهر الهجري في الاذاعه نتاعنا. الله يبارك فيك يا سيل والناس، الله يبارك وربي يوفقكم وربي يصلح الامور ويصلح امور الجزائر. امين. السلام عليكم. امين السيل والناس. عندك سؤال ثاني انشغال؟ لا هذا هو الانشغال نتاعي. الله يبارك فيك. فهمتي هذا هو الانشغال نتاعي وبارك الله فيك. الله يبارك فيك يا سيل والناس، الله يبارك فيك. شكرا. رميسه من وين؟
ناس قسنطينة، مرحبا أخت رميسة. أنعم أنعم سيدنا أنعم. تفضلي تفضلي أستاذة رميسة. حبيت نسقسيك برك في أمور تاع البرد. في أمور تاع البرد. الورث، طيب بدقة الله يخليك، لأنه الورث يحتاج إلى حسابات. تفضلي. خويا برك قسمنا بابا ودرنا كل شيء بالوصية تاع بابا كما قالنا بابا على الورث. استنى برك نفهم، الوصية هذه قبل بابك توفى ولا مازال؟ توفى الله يرحمه. الوصية هذه دارها قبل ما يموت؟ قبل ما يموت، قبل ما يموت. دوكا عنده 16 سنة ميت. 16 سنة الله يرحمه ويرحمه. نعم عايش. طيب قال لكم قسموا بعد ما نموت؟ قالنا قسموا، وقال لنا كيف واش نقسموا، كل واحد واش عطاه. ان شاء الله برك نفهموا، هل هذه وصية في حياته قسم لكم ولا قال لك؟ هي في حياته. بصح قال لكم في حياته، بصح قمنا بالوصيه بعد ما مات باه قسمنا. ايوه واضح. ايوه وشنو الانشغال؟ بعد 16 سنه ناد خويا قالنا لا اكو غالطين في القسمه، ماشي هيك. في البدايه كان كامل موافقين. ايوه طيب بعد ما مات الاب وافقنا كامل على القسمة تاعو كيما وصانا، درنا مشينا عليها. واضح ان شاء الله شيخنا يفهم في كلش. بصح بعد 16 سنة ناد خويا قالنا لا كو غالطين، ما نتبعوش القسمة هذه. طيب خليني برك نسأل سيدة رميسة، الأموال اللي قسمهم الوالدة، هل الأرض ما زالها موجودة ولا حاجات خلاص؟ لا هي أموال. أموال. طيب شيخنا واضح؟ الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. عندك انشغال ثاني؟ لا بارك الله فيك. مرحبا بك سيدة رميسة. مرحبا بك بارك الله فيك. شكرا. أيوه ناس عنابة أخت منيار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير على شيوخنا. مساء النور أخت منيار، مرحبا بك. أولا وقبل كل شيء نحب نترحم على فلسطين، على شهداء فلسطين والنصر إن شاء الله فلسطين. آمين 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 آمين. نطلب النصر لإخواننا في فلسطين. آمين يا رب العالمين. آمين يا ربي. ونقول مساء الخير لشيوخنا الكرام المنورين الشاشة. بيكم إن شاء الله أخت منيار. يعيشك. والله عندي سؤال لشيوخنا. عندي واحد الأخت يعني شفني حالها أستاذ، عندها أولادها وعندها رزقها كامل، مات تزوج بها وخلالها الرزق، خلالها كل شيء. أيوة. بس أولادها مهملينها بالحساك، ما بندونينها خلاص، ما عندهمش بها، تموت تقعد تأكل ما تأكلش تشرب ما تشربش، ما عندهم، تخاف منهم. كي يقولوا لها اولاد عمها ولا اولاد عمومها يقول لها خلينا ندبروا روسنا فيهم، تقول لهم لا 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 ما تدروش بهم خاف. وكي طاحت نهارين دوما لقيت غير اولاد خوها، ما لقيتش اولادها، لقيت غير اولاد خوها، اولادها اللي يحوس واللي برزقها، ما تدير رزقها مانع عليها خلاص. ولقيت نسيبها هولي هذا، ما لقيتش ولادها. لقيت ولادها ولا بس هي تقول لك انا مسلمه امري لربي عليهم. طيب ما ندعيش، ندعي بس انا ندعي ربي سبحانه وبارك وفرات ان شاء الله. هذه وش تقول هي؟ ايوه. وهذه راهي معاك ولا بعيده؟ لا مش بعيده عليا، بس شافني امرها، قلت انا والله نعيط نسالي وش يقول الشيوخ ونقول لها ان شاء الله. ان شاء الله بالك زي تسمع بعد. السؤال شنو هو؟ السؤال على هذه الوضعيه. على الوضعيه تاعها دي مسكينه، تشف ما بندونينها، ما مسبلين فيها اولادها خلاص. طيب الله يهدي ما خلق ان شاء الله. عندهم من فاهم حشاك وعندهم اولادهم، ما عندهم ولادهم بس ما عندهمش بها خلاص. ورزقها مانع عليها، منحين لها كلش. الله يهدي. تخاف من ولادها، تخاف. الله يهدي ما خلق سيده منيا، الله يهدي ما خلق ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. عندك سؤال ثاني؟ تسمع الشيوخ ويشاهدوا. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يعينكم ان شاء الله، وسامحني ربي يعين الشيوخ ويخليكم لينا ان شاء الله. الله يبارك فيك اخت منيا. الله يبارك فيك وسلمينا على ناس عنابه وكل. يعيشك. هيا بالسلامه ربي يعينك. الله يسلمك شكرا. يعيشك. عنابه الى اين؟ ايوه ناس النعامه اخت خيره. أخت خيرة نعامة. النعامة أخت خيرة حياة وين راهي خيرة؟ شكون هذا نجيب؟ هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أهلا بكم وبانشغالاتكم. ايوه والاتصالات خلاص وائل شكرا على بركة الله. تشرع في استقباله. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك ابو بكر. من وين عبد الوهاب؟ اي شفت تخلي عبد الوهاب ابو بكر يستنى. عبد الوهاب من جيجه. كان بيحمد لك لاباس وجه الخير لا. وجه الجنه. الله ينورك. لاباس سي عبد الوهاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يبارك. ندعو لفلسطين وغزه ان شاء الله ربي يبعد عليها. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا سي عبد الوهاب. وادعوا لنا ان شاء الله للبلاد ان شاء الله ربي يسقيها. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. وشيخنا سمعك ان شاء الله. عاود عندنا الشيخ عليك ان شاء الله ربي يحطه في الجنه ان شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي. امين امين. يا شيخ والله انا عندي سؤال برك. عندي تفضل سي عبد الوهاب. سؤال عندي انا شويه مريض نصلي في الجامع الله حصيره. ايوه الحصيره. ايوه الدوله الاولى الثانيه الثالثه دوله خمسه. داوها في الجامع. الجامع في المسجد. الله يهديهم في الجامع. الله يهديهم. ايوه واليوم زادوا الدولي الكرسي مش راني نقعد. دولك الكرسي ثاني. ايه يعني مريض عندي لا بروز ولا خلق ولا هذا والله هذا انه مترصدين عمي عبد الوهاب وخلاص. ايه الله كيف شان يعني هذا ما يخليوكش تصلي نورمال يعني هذه العباده زين واش نديروا لها واش نديروا لها والله الله يصبرك يا عمي عبد الوهاب وخلاص. واش من حكم تاعهم يعني هذه؟ واش الحكم تاعهم هذا؟ انت قادر تسامحهم عمي عبد الوهاب ولا ما فيهاش؟ ها؟ قادر تسامحهم بينهم وبين مولاهم. اه يا خلاص. الله يبارك فيك عم عبد الوهاب. الله يبارك في صحتك وفي مالك ان شاء الله ان شاء الله. وتسمع شيخنا ان شاء الله تعيننا الدريه الصالحه ان شاء الله والناس مراد. يا رب الله الله يبارك فيهم ويشفيهم ان شاء الله. جنة ان شاء الله. يا صديقين والصالحين ان شاء الله. أيه السلام عليكم. سلام يا وجهنا الخير ان شاء الله. ان شاء الله عم عبد الوهاب. بارك الله فيك شكرا جزيلا. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيوخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة. شيخنا عمار نبدأ على بركة الله. بسم الله. الله يحفظك ويباركك. طيب شيخنا عمار قبل ما نجاوب سيدة أم محمد من ميلا، أختنا سيدة أم شناز تقول أنه شناز هذاك اللي اعطاها ربي من هذه الدنيا بنتها رباتها وراهي تخدم عليها وراهي تكبر فيها وتطلب منكم ربي يوفقها راهي في مستوى البكالوريا باش تفرح بها وتروح للجامعة وتولي إطار تنفع البلاد بدعائكم وبدعاء قاع الناس اللي رباوا وصبروا وكبروا. تفضل شيخ. الله يجزيك خير إن شاء الله. من بين الأعمال التي قد يغفل عنها الناس الإحسان إلى مثل هؤلاء ولذلكم جزاك الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يملأ قلبك سرورا في الدنيا والآخرة بابنتك شناز إن شاء الله وإن المولى عز وجل لن يضيعك ولن يعني يضيع عملك بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس لك من جزاء إلا ما أعده الله لك من جزاء عظيم عظيم بإذن الله عز وجل. الله يجزيك خير شر. الله يبارك فيك شيخنا وحسن الله إليك. سيدة أم محمد من ميلا، أولا سؤال
أتصور أنك تذكره شيخنا، توفي الأب وترك أرض، قطعة أرض، عقد امتياز. طبعا هذا العقد الامتياز نتيجة أنه تقسم الغلة للذكر مثل حظ الأنثيين، جاء اللي يقول لك يا ودي هذا عقد الامتياز ليس ميراث ولا يباع، ما حقيقة ذلك؟ والله في هذه الحالة يرجع إلى التنظيم الذي ربما تأخذ به الإدارة التي تتبع لها هذه العقود. ما أدري، قد يكون هذا الأمر متعلق بأملاك الدولة أو بالحفظ العقاري أو بجهة ما لا أعلمها شخصيا، ولكن مع ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هم الذين يقولون بأن هذا الملك هو ملك لمن يستفيد منه أو ليس ملكا لمن يستفيد منه الآن، باعتبار أنه كما ذكرت الأخت الكريمة عقد امتياز. ولذلك يستحسن أن تذهب إلى موثق أو محامي أو الإدارة التي تتبع لها مثل هذه العقود، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. بوجه آخر سيدة أم محمد، كما قال شيخنا، أولا التنظيم، ثانيا لا بأس إذا أردت حتى لا تعيد الاتصال مرارا، دعي رقمك على مستوى زملائنا المشرفين على برنامج هلا سألوا، سيدة حياة أو لمين سلاقجي، يحولونه لبرنامج والصلح خير، لأن المواضيع ذات التفاصيل المرتبطة بالإدارة والأملاك تحال في قناة القرآن الكريم على الشيخ السعيد بويزري. فإن شاء الله باش ما تقعديش، مادام الأمر فيه تفصيل التفصيل يتجاوز الفتوى إلى التشريع والقانون والتنظيم، فالأمر بالضرورة يذهب تجاه برنامج والصلح خير. بارك الله فيكم سيدة أم محمد. سعيد بوزري الله جزاه الله خيرا، يعني متخصص في الشريعة والقانون، جمع الحسنيين ولله الحمد. الله يحفظك شيخنا، ربي يحفظك إن شاء الله. أختنا نادية تسأل شيخنا، الأم مريضة الله يشفيها، الألزهايمر، وعندما تصلي رغم أنها تقفل عليها الأبواب لكنها تضع نفسها مواضع محرجة وخطيرة يعني، فتضطر إلى قطع الصلاة والمسارعة إليها لمنعها من إيذاء نفسها، ويحدث ذلك مرارا عند أختنا نادية، فما حكم ذلك في صلاتها وفي عموم أمرها؟ إذا كانت الوالدة التي هذا حالها كما ذكرت، ورأيت بأنها قد أشرفت على عمل قد يضرها وأنت محرمة بالصلاة، وكانت قريبة منك بحيث لا تستدبرين القبلة وإنما تستطيعين أن تتحركي، يمكنك أن تتحركي وتأخذي بيدها إلى مكان آمن دون أن تقطع الصلاة، وتبني على ما فعلت، أي نعم إنك قد ذهبت وتحركت ولعلك أدخلتها الغرفة وأغلقت عليها الباب على سبيل المثال، لا تقطعي صلاتك وإنما يقومي بعملية البناء. لو فرضنا بأنك مباشرة عندما رفعت من الركوع رأيت الوالدة في حالة خطيرة، تحركي وقدمي لها يد المعونة أو ضعيها في المكان المناسب، ثم بعد ذلك تبنين على الركعة التي فاتت وتكملين الصلاة دون أن تقطعي صلاتك، والله أعلم. الله يبارك فيك. عدم قطع الصلاة أولى شيخنا عمار؟ عدم قطع الصلاة أولى، لأن هذا بناء، لأنها قد أحرمت بصلاة، ولا يمكن أن نقطع الصلاة إلا لظروف معينة كانتقاض الوضوء على سبيل المثال، أو أدابنا الأمر إلى مد يد المعونة لإنسان ربما تلسعه عقرب أو اقترب من خطوط الكهرباء، وفي الحال أنك يعني استدبرت القبلة وما إلى ذلك بتفسير يذكره الفقهاء، في هذه الحالة يمكن أن نقطع الصلاة. أما إذا كنت لا أستدبر القبلة وأقدم يد المعونة للملهوف، فإنني أبني على صلاتي وأسلم، وهذا أفضل وفيه أجر كبير إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. أختنا نادية شيخنا، من بين إخوتها أخ لا يأتي لزيارة أمه المريضة، حتى عندما كانت على فراش الموت وقربت وسلم الله سبحانه وتعالى، هل تبطل نداءاتها له بالقدوم لرؤية أمه على اعتبار أنه لا يستجيب؟
لا نتوقف عن فعل الخير، وكونك يعني تقومين بدعوة أخيك لزيارة أمه، هذا فعل خير إن شاء الله رب العالمين. وبالتالي فلعله لا يستجيب في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة، لكن لعله يستجيب في المرة المئة على سبيل المثال. ولذلك لا تيأسي أختي، فلعل أخاك يحسن حاله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا بإذن الله عز وجل. لا تتوقفي عن فعل الخير إطلاقا، وأكثري من الدعاء لأخيك، فدعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، والله أعلم. الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. سلو الناس من باتنا، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة، إن شاء الله نتمكن من، لأنه هذا مطلب ملح للسادة المشاهدين، أن يكون الشريط أسفل الشاشة في التاريخ الهجري. هذا إن شاء الله ربي يوفق القائمين على القناة. وهناك ما ذكر حتى الساعة. أي نعم، الساعة شيخنا والتاريخ الهجري. نعم. الله يحفظك ويبارك إن شاء الله. طيب أبو بكر، هذا متاح تقنيا إن شاء الله، يمكن والله يقوينا عليه. فقط نشير للسيل والناس ملاحظة، إذا أردت أن تحصل على الرزنامة، رزنامة الصلوات والتاريخ الهجري المضبوطة، فإن وزارة الشؤون الدينية توفرها على مستوى الموقع الرسمي للوزارة. إذا كان عندك، إذا أنت عندك تليفون ذكي أو وليدك، يدخل للموقع يطلع لك الرزنامة ويكون مضبوطة يعني بالشهور إلى غير ذلك. هذا طبعا إعمالا في الفايدة إن شاء الله. ربي يبارك فيك سيل الناس، ويبارك في ناسنا باتنا في الأوراس الأشم جميعا إن شاء الله. أختنا رميسة من قسنطينة شيخنا تقول بأن الميراث، الأب كان حي قسم وحط وصية، قال كي نموت قسموا هكذا، قسموا الله يبارك. 16 سنة بعدها جاء الأخ قال لي ودي هذه القسمة ماهيش هكذا. هي تسأل نقر ما فعل الأب أم نقوم بفعل آخر، وأيهما يوافق الشرع؟ الواقع أن الشارع يقول لا وصية لوارث، وبالتالي ليس من حق الوالد أن يقول أوصي لفلان بكذا وأوصي لفلان بكذا، لأن المولى عز وجل قد قسم ذلك. للرجال نصيب مما اكتسب الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولذلك الأصل أنه لا وصية لوارث. لو أنه قسم التركة على أبنائه وبناته وهو حيا على شكل هبة، كثيرون من العلماء يقولون بجواز ذلك وإن كان هناك كراهة. ومع ذلك فإن هذه القسمة صحيحة من الناحية الشرعية، لكن الوصية أن يقول إذا أنا مت أعطوا لفلان كذا ولفلان كذا، هذا أمر لم يقره الشارع، وإنما أقر الشارع أن تقسم التركة بتطبيق الميراث، أو بتطبيق تدوم كما يقول الفقهاء. ولذلكم يعني إن أمكن الرجوع إلى الشارع وتقسيم التركة وفق ما أقره الشارع، فذلك هو المعول عليه. إن أقر جميع الورثة بهذه القسمة فليكن ذلك. إن اعترض واحد من الورثة فمن حقه أن يأخذ ما فرضه له الشارع، وإن كان الأفضل بالنسبة لي شخصيا هو أن هذه التركة من الناحية الشكلية لا تصح، ولكن كما ذكرت إن وقع نوع من التقادم وما إلى ذلك ونوع من التراضي ولم يكن هناك معترض، لعل ذلك يمر والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا وحسن الله إليك. وأنت تتحدث عن التطبيق شيخنا، هذه دعوة لمهندسين في الإعلام الآلي أنهم يديروا لنا تطبيق
للميراث أيضا باش يعاون الناس اللي حابة دير الميراث إن شاء الله. في الحقيقة عندنا من الأذكياء ما يقدروش يقدروا إن شاء الله يدير لنا هذا الاختراع. بارك الله فيك، يعطيك الصحة أبو بكر. هذه فكرة من عند أبو بكر. أخت نادية من عفوا أخت منيار من عنابة، أولا تترحم كما نترحموا جميعا على شهداء فلسطين جميعا، هذا الثغر الرباني اللي راه يدافع على الظلم. تقول بأنه رأت أختا عندها رزق الله يبارك وعندها أولاد، يحدث أن أولادها يتمتعون بأرزاق أبيهم المتوفى وبرزقها، يعني جزء مما يتمتعون به مالها، غير أنهم مهملينها ولا يهتمون به. إذا سئلت عليهم، يعني كاين اللي قال لها نقدر نرد لك حقك وهاد الأولاد نحي منهم حق حققت لهم، لا دعوة ما ندعيش عليهم ومسلمة لربي وما تدوروش بهم. فأختنا منيار حابة تنقل رأيكم في هذه الوضعية لهذه الحاجة، بما تنصحون شيخنا عمار؟ قلب الأم ليس مثل قلوب غير الأمهات، وبالتالي الأم رغم أنها كما ذكرت الأخت الكريمة ربما متضررة، ولكن لا يمكن أن تدعو الوالدة على أبنائها أو أن تتمنى لهم الشر. ونسأل الله عز وجل كما هي يعني تتفجر بهذه العاطفة النبيلة أن يجعل أبنائها يتفجرون بالبر للوالدة، وما ذلك على الله بعزيز. والأخت الكريمة هذه التي نتكلم عن هذه الوالدة ما من شك بأنها مأجورة، مأجورة لأنها عفت عن أبنائها، ومأجورة لأنها يعني تصبر وما إلى ذلك. ولذلك نقول هذا المخلوق الله يجزيها خير، دائما وأبدا عندما يكون أحد الوالدين في حالة نفسية ربما مضطربة تجاه أبنائه، نحن لا نقول له عليك بأن تدعو على أبنائك، وإنما نقول للأم أو نقول للوالد أكثر من الدعاء لأبنائك من أجل أن يوفقهم الله عز وجل. ودعوة الوالدة مستجابة يعني وترفع فوق الغمام، والله أعلم. الله يجزيك خير شيخنا ويحفظك ويبقي عليك الستر إن شاء الله. عمي عبد الوهاب من جيجل، طبعا الدعاء دوما لغزة وفلسطين والبلاد ربي يسقيها شيخنا كما قال، وليكم إن شاء الله جميعا. نبدأ بالدعاء شيخنا، لأنه الدعاء الذي طلبه سي عبد الوهاب بن جيشل. طلب الدعاء؟ نعم، للبلاد سقي الأرض إن شاء الله. يا رب آمين. إنا نسألك غثية سقيا خير إن شاء الله رب العالمين. آمين. يا رب قال نبيك عليه الصلاة والسلام لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع، يعني لولا هؤلاء لسببت البلاء عليكم صبا. ولذلك نسألك يا رب من أجل هؤلاء، من أجل الأطفال الرضع ومن أجل الشيوخ الركع ومن أجل البهائم الرتع، حتى وإن كنا أسأنا الأدب معك، أن تنظر إلينا بعين اللطف وتسقينا الغيث النافع، إنك على ما تشاء قدير. وبالإجابة الجديدة أمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك شيخنا. انشغال عم عبد الوهاب من جيجل شيخنا، هو يعني مريض ومتعب شوية، يجيب الحصيرة للجامع يستودعها المسجد يديوها، هذه الحصيرة الخامسة. الكرسي شراء كرسي اليوم داوه يعني، فيعني زعف شوية عم عبد الوهاب، والله وين رحنا للجامع يدوه أمور. فبما تنصحه بادي أذي بد نقوله بالقلب، القلب لحمة كبير يقوله. يعني أخونا يعني معذور فيما قد شعر به، ولكن مع ذلك لعل الذين أخذوه أو استعملوه، لا أقول أخذوه وإنما استعملوه، ولعله في زاوية من زوايا المسجد لم يكونوا يعلمون بأن هذا الحصير لزيد من الناس، ولم يكونوا يعلمون بأن هذا الكرسي لفلان من الناس. ولذلك أنت الله يجزيك خير، وربما من حقك أن تتألم، لأن القلب يعني يتألم بلا شك،
ولكن مع ذلك نقول لعل الحصير أخذ أو استعمل في زاوية من زوايا المسجد، والذين استعملوه ما كانوا يعتقدون بأنه لفلان أو علان، وكذلك الكرسي. ولذلك احتسب، ونسأل الله عز وجل أن يجزي لنا ولك ولمن أخذوا هذه الحصائر وهذا الكرسي، نسأل الله عز وجل أن يجزل لنا ولهم جميعا الأجر والمثوبة إن شاء الله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك شيخنا، هذه تربية في حسن الظن، وإن شاء الله سي عبد الوهاب كما دعا لك شيخنا ودعا لنا جميعا وبدعائكم إن شاء الله، إن شاء الله ربي يقوينا على حسن الظن بالناس، وربي يسامح. وخذ العفو، خذ العفو عم عبد الوهاب. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. اتصال جديد. حياة. جمال مقسنطينة، يعطيك الصحة، شكرا جمال. مرحبا سي جمال. تحياتنا لكم وتحياتنا لشيخنا المحترم وتحياتنا لحياة وكل عمال وعاملات إذاعة أو قناة القرآن. الله يحييك يا جمال، مرحبا بك، حفظكم الله ورعاكم إن شاء الله. وجمال من الخروب يحييكم ويقول لكم ربي يشقيكم من الجنة إن شاء الله يا ربي. يعني لأنك تستفادوا أكثر من الجنة، يعني أنتم بإذن الله مبشرين من أهل الجنة يا أستاذ. الله يبارك فيك سي جمال، تفضل. الله يخليك يا استاذ. شوف انا بالك خارج الموضوع ولا مانيش عارف الموضوع. ايوه انا شوف انسان مكفوف، الله يبارك، مكفوف 100%، وعندي واحد المشكل مع الزوجه اللي مع الزوجه يا استاذ. ايوه غير الخير ان شاء الله جمال. شوف يا استاذ، انا في 2008 تزوجت. نعم. في 2008 تزوجت. الله يبارك يبارك في عمرك. والزوجه تعرفني، جات شافتني باللي مكفوف وقبلت بيا نورمال، وراحوا خطبوها الاهل تاعي وخطبوها، وقالوا لها بلي السيده كي شفتيه مكفوف تقبليه ولا ما تقبليش، قبلت قدام وليها نورمال يا استاذ. ومن 2008 جبنا اطفال، طفل في عمره 8 سنوات وطفل في عمره قريب 15 عام. ومن 2008 احنا عايشين مع بعضنا حتى 2023، وهي تدي فيها وتجيب. شوف يا استاذ والله العظيم قسم لك بالله غير كنت نصف يا استاذ، وندير البوسيبل تاعي الحمد لله، وقعد ما عنديش نكردي ونجيب ونسلف ونجيب، يعني ندير واجبي كما قال ربي عز وجل. اليوم يا استاذ طحت كما قلنا صالحات في القدم نتاعها، ورحت عند والديها يا استاذ قبل رمضان بنهار، وديتها انا لوبيتال باش داروا لها البلاطر، ديتها عند والديها. ومن وراء العيد يا استاذ قالت لي ما نوليش، ما بغاش تولي. صدقني يا استاذ، درت له جماعه، درت له امام، ما بغاش تولي ولا تشوط عليه يا استاذ. من بين الشوط قالت لك اعطاني كارنيت فامي، ومن ديك ما نجي ما نجيبك ما نقودكش، واعطاني كل شهر مليون، وكون نولي للدار تصرف عليا وتقري لي وتداويني وتكسيني، والولاد تكسيهم وتداويهم وتقريهم وكذا، وكل شهر اعطاني مليون ديه للماليه. مع العلم يا استاذ الولاد ما عاشوش عندي، هي تولد من تديه من امها ليه، وتجيب ولادي عندي يعيشوا معايا. قالت لي ما يعيشوش عندك، ولاو عند الام نتاعها عندهم ماليها. ودوك يا استاذ صدقني كنت نمد في رمضان نصرف عليها كل ربع ايام خمس ايام نمد، ولاد قالت لي ما مديتليش، ولاد قالت لك اعطيني كل شهر مليون، قلت اعطيني النمو تاع سي سي بي نعطيه، قالت لي ما نمدلكش النمو تاع سي سي بي. دوك يا استاذ انا صدقني دوك انا تسع شهور وانا ضايع، وكانت عايشه في دارها وحدها يا استاذ، سكن مستقل وعايشه، لم الام نتاعي ما تجيش وماليا ما يجيوش، هي ماليها يجيو والام نتاعها تجي، وانا قلت لها تجي ما كبيره في عمرها قريب 80، ويجيو ماليك، قالت كون يجيو ماليك ولا الام نتاعك نجيبك الشرطه وتخرج من المنزل بيك بهم. وقالت لي اكتب الدار باسمي، داري دار ولادي اكتبها باسمي. استاذ عملت شرط عليه شرط، وقلت لها ما نقبلش، قالت لكم ما تقبلش ما نوليش. صدقني يا استاذ ما هي مضروبه ما هي محوزه، يعني راحت على اساس تكسرت من القدم نتاعها، ديتها انا نورمال انا وخوها كتاب لوبيتال، دات البلاطر، يعني ما بيناتنا والو. اليوم استاذ راهي في القضاء، زادات خلع وحبت تدي لي الحاجات اللي شريت وانا من اساس منزلي، حبت تديه ودات قائمه قالت لك هذو كامل حوايجي، وانا ربي شاهد بلي انا اللي شريت كل شيء، هي ما جابت لي والو يا استاذ. ماهيش عامله، انا اللي عامل وانا اللي درت كل شيء يا استاذ. درت بوسيبل تاعي ما لقيتش كيف ندير، راني مظلوم يا استاذ والله صدقني راني مظلوم، ما لقيتش كيف نعمل يا استاذ انا. سي جمال، سي جمال
الله يقويك ويكون معك. والله يا استاذ عييت يا استاذ صدقني والله عييت. اي دات في الباطل يا استاذ ما 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 فهمتش يا استاذ. انا غضبني كاني وحدي مكفوف دوك انا مكفوف ما في الدار وحدي 9 اشهر ما كانش واحد يطيب لي ما كانش واحد اللي يغسل لي ما كان والو والديا ما يدوروش بيا. تصور الام نتاعي 80 سنه ما شافتش داري 15 سنه وهي الام نتاعها تجي ومالي هيجيو قالت لك كون يجيو مالي ولا الام نتاعك يجيبك الشرطه ولا تخرج بك بهم من المنزل. ولات الشرطه عليا وسال الشرطه اللي ما تعجيزيه من بين هالدار قالت لك مامها مها قالت لك دارها دار ولادها كتبها باسمها. طيب الله يرضى عليك السي جمال. شوف انا الان راح احيل كل ما قلت لشيخنا عمار لانه سمعك بقلبه وانت راك في وضعيه البصير والبصير هذا يرى بنور الله. دوك احنا فتحنا هذه الجلسه بنصره المظلوم. يعطيك الصحه بارك الله فيك. اسمع لكلمه الشيخ ان شاء الله ان شاء الله تكون بلسم على قلبك وزيد ان شاء الله خلي ثقتك في رب العالمين. هذا راك الله يبارك اب لشاب 15 سنه. والله يا استاذ صدقني غير ندير انت بوسيبل تاعي باش نكسي ولادي. شوف الولاد في العيد الصغير طفل زوج كسوات وطفل زوج كسوات في الشان كثير يعني مديرك يعني الشيل عليا كثر كما قال ربي كثر. بصح هما قالت لك مع الاخر قالت لك ما صابت ما عندك ولاد ما صابت عليهم ما ولد. الله يهديها. قال لي العطاش طلق المراه وهي طالبه طلاق كل ساعه تقول يا ربي عليا اليمين ما طلقني ما تحققش ما صبتش كيف ندير. انا اليوم ان شاء الله انا نوجه نداء الى القضاء باش يعطيني حقي ينصفني لاني مظلوم يا استاذ. انا والله صدق لاني مظلوم. سي جمال الله يجعل كل حياتك جمال ان شاء الله. اسمع لتوجيهات شيخنا مولانا معك ان شاء الله ورانا انا احنا متاكدين انك راك تشوفنا بقلبك الوضاء. اسمع لنا ان شاء الله لانه ما بقاش. انتم هما عينيه يا استاذ صدق انا ما نشوفش بصح انتم هما عينيه يا استاذ نوروني. اجد دارت لي خلع دارت قضيه من قبل وانا دوكا في القضاء دارت لها قضيه تاع رجوع وهي ما بغاش ترجع زاد نتنازل على القضيه وزاد دارت لي خلع ولم تحاول تدي لي اساس منزلي وهو مش كامل بدرامي انا بعرقي يا استاذ. الله يبارك فيك. شكرا يا استاذ ونتمنى لكم كل التوفيق يا استاذ. الله ينورك السي جمال. مرحبا بك وبناس قسنطينه وبهذا الروح وربي ان شاء الله يقويك. شيخنا عمار لا اعيد تسمعت الى تفاصيل ما تفضل به الا اذا احتجتم كاش يعني تاكيد راني هنا. تفضل شيخنا. بادئ ذي بدء نقول لاخينا الكريم فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلكم اذا كان الانسان يتغوط في نعمه الله عز وجل وفي الهداية للإيمان وللإسلام يعني فليعلم بأنه في خير إن شاء الله رب العالمين. ولذلكم نقول للأخ الكريم لا تحزن لكونك فقدت عينيك باعتبار أن المولى عز وجل يحبك فإنه إن أخذ حبيبتيك ثق بأنه يعوضك بهما الجنة بإذن الله عز وجل. يبقى الآن أن العدالة ما دمت قد قلت بأنكم وصلتم إلى العدالة وما إلى ذلك. العدالة الجزائرية ما من شك بأنها عدالة يعني ناشئة من المجتمع وما من شك بأنهم عندما يدرسون قضيتك فإن كل ذي حق يأخذ حقه بإذن الله عز وجل. ولذلك يعني نسأل الله عز وجل قبل ذلك كله أن يؤدم بينكم. أمين. وأن ينزل السكينة والطمأنينة في بيتك. أمين. وأن يرجع المياه إلى مجاريها. أمين. أي نعم لعل هناك مشاكل قد وقعت ولكن ليس هناك بيت لا تقع فيه مشاكل. صح. يعني من ظن بأن الحياة الزوجية جنة ليس فيها إلا الأمور المتعلقة بالسعادة وما إلى ذلك فهو مخطئ. الحياة الزوجية فيها هكذا مطبات في الطريق وفي بعض الأحيان تستوي الطريق. ولذلك لعل الذي وقع لك مع أهلك هو مجرد مطبات قد وقعت لك ولعل المستقبل يبشر بالسعادة والخير والطمأنينة. أي نعم إنكم وصلتم إلى المحكمة ووصلتم إلى ما ذكرته ومع ذلك فلعل الله عز وجل يحل قضيتكم بكن فيكون. الله. ترجع المياه إلى مجاريها
والصوت الذي ربما كان فيه نغمة حزن وما إلى ذلك سوف يصبح صوتا جهوريا بإذن الله عز وجل، مفعم بالسعادة والفرحة والسرور. والزوجة التي ربما تقول ما تقول نتيجة الغضب والنرفز وما إلى ذلك، لعل الله يحدث بعد هذه الأمور كلها طمأنينة وسعادة وعلاقة إن شاء الله زوجية يعني في المستوى بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك أن يجزل لنا ولك الأجر والمثوبة بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيك شيخ عمار وأحسن الله إليك. سي جمال تفائل، تفائل خيرا إن شاء الله، وهذه الكلمات اللي قالها الشيخ إن شاء الله توصل للقلب. أخيرا آخر المتصلات توات أضرار أختنا غنية، وفقط نذكر فقط أن برنامج اللقاء هذه السهرة سيكون حول توات مطمورة القرآن. أرجو لكم الله يبارك فيك إن شاء الله شيخنا، أرجو أن يكون لكم أوقات ممتعة. برنامج اللقاء الذي يخرجه الفاضل أبو بكر عياط. أيوة أخت غنية مرحبا. السلام عليكم أخت غنية، خمس دقائق باقية تفضلي بالسؤال باش نجاوبك. السلام عليكم أخت رانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضلي أخت رانيا. إنسان يقول عنه أنه راقي، يعالج السحر بالأعشاب، يقول أنه راقي، واش يدير واش يدير واش يدير؟ قلت لك كاين إنسان يقول زعما هو راقي، أيوة، يعالج السحر بالأعشاب مش بالرقية. بالأعشاب لا بالرقبة، لا بالرقية. أيوة هو اللي يوجد الأعشاب، هو اللي يدير الخلطة. أيوة واللي يشرب العشبة هذه يبرى والله يقعد. نعم قلت لك بغي نعرف زعما حلال ولا حرام. طيب معليش أنا قبل ما نعرف أخت رانيا، هو لما تروحي له يسمعك يقرأ عليك والله ديركت يدير لك الخلطة؟ لا زعما يسول على أعراض، لا أعراض المرض يمد العشبة الخلطة هكذا باش نفهمه باش ما نظلموش الناس. يعني كاين اللي عشاب يسمع لك يشوف أمراض والأعراض يدير لك خلطة ويعطيها لك وممكن يقرأ عليها الفاتحة أو ما دون ذلك هكا. لا على باليش انا مهم. انت عندك شك فيه؟ ما انا ما شفتوش يعني سمعت به. خلاص ما دام سمعتي به شيخنا يفهمنا واش يكون هكذا. عندك سؤال ثاني؟ عندي سؤال ثاني. ها تفضلي اختراني ما بقاش الوقت، اعطينا دير ممكن تجاوبوا لي بشويه. الحصه الماضيه قلت لك الاستعاذه واجبه في كل مره نقرا في القران ولا غير؟ حاضر. الاستعاذة واجبة في كل مرة أقرأ في القرآن. حاضر. هل تكون الاستعاذة عند كل قراءة للقرآن؟ نعم. حاضر إن شاء الله. زيدي اختراني هذا مكان. أطلب من الشيخ باش يدعي لي، راني مريضة بالسحر، مريضة بزاف. إن شاء الله شوف يا ربي يعفو علينا وعليك إن شاء الله وندعو لبعضنا. شكرا. الله ينور. شكرا اختي راني. ما بقاش شيخنا تقريبا دقيقة الله يرضى عليك. الراقي هذا ما قولكم فيه تاع الأعشاب؟ الرقية من الناحية الشرعية جائزة. يبقى الآن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ألا يرقي الإنسان، فلقد ذكر بأنه يدخل 70 أنفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة من غير حساب ولا عقاب. قيل من هم؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه يبتعد عن الرقاة جميعا، والرقية ممكنة. الله يبارك فيك. هل كلما قرأنا القرآن نستعيذ بالله؟ دقيقة شيخ. نستعيذ بالله في بداية الختمة. أيوة. وفي كل مرة نستأنف هذه الختمة والله أعلم. يعني كي نقطعوا نبدأ ونستأنف ذلك. يستحب ذلك. الدعاء لها برفع ما بها من لا. الدعاء لها أن يرفع الله ما بها. يا رب ارفع لنا وعليها وعلى جميع المسلمين كل هم وغم وضر إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك شيخنا وأستاذنا وبركتنا الشيخ عمار محجوبي.
شكرا جزيلا لك على ما قدمت في هذه السانحة المباركة من برنامجكم هلا سألوا. الله يفتح علينا. الشكر موصول لكم أيها الأفاضل على الوفاء. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العام للحظة بالخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر بقيادة بوبكر عياطة إخراجا. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا العدد. الليلة السهرة التاسعة ليلا اللقاء. السلام عليكم.